اهلا وسهلا بكل متابعينا ومتابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان. الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني اكد ان اسئله الاختيار من متعدد في الثانويه العامه لا تقيس مهاره صناعه الاجابه وهذا خطا، وقال بالنص ده بعدين ما يعرفش يكتب مذكره ولا يعبر، يعني يقصد طبعا بكلامه الطلاب. واوضح كمان وزير التربيه والتعليم ان امتحانات الثانويه العامه هتكون فيها نسبه 30% اسئله مقاليه قصيره هتكون الاجابه فيها عباره عن سطرين او ثلاث سطور على ان تكون باقي اسئله الامتحانات اختيار من متعدد. واشار كمان الى ان امتحانات الدور الثاني للثانويه العامه ما فيهاش اي اخطاء وان هي تمت مراجعه كل الامتحانات قبل تصحيحها لضمان حقوق الطلاب وتم التصحيح الكترونيا من خلال اجهزه مدارس المتفوقين. تفاصيل اكتر معانا الزميل والكاتب الصحفي محمود طه حسين مسؤول ملف التعليم باليوم السابع. اهلا بك يا محمود ومنورنا في تلفزيون اليوم السابع. اهلا بك اهلا بك. في البدايه عاوزينك تكلمنا عن تفاصيل قرار وزير التربيه والتعليم عن عوده الاسئله المقاليه بعد عامين من توقفها. الحقيقه انه قرار عوده الاسئله المقاليه كان ضروري لانه طبعا يعني التقييم لابد من تضمين الاسئله اجزاء مقاليه واختيار من متعدد، وده مش احنا اللي بنقوله، ده بيقولوه اساتذه التربيه في الجامعات المختلفه. طبعا كان الدكتور رضا وزير التربيه والتعليم وجه انه شكل لجنه من اساتذه كليات التربيه مجلس الاعلى للجامعات لدراسه التقييم وعوده الاسئله المقاليه في امتحانات الثانوي العام، وطبعا ده هيكون هيطبق بالفعل بداية من امتحانات العام الدراسي المقبل هو 22-23. المقالية مهمة جدا طبعا، بتدي الطالب حرية للتعبير عن رأيه وازاي يكتب سواء في الامتحان او اذا تعرض لأي موقف في الحياة العملية يقدر يتعبر عن رأيه ويكتب ردود، يعني سواء مذكرات او يعني ردود مختلفه يتعرض لها في الحياه. جزء ثاني مهم هو الجزء الخاص ب انه الاسئله المقاليه هتكون وفق نظام التقييم الجديد، يعني اسئله مش هتقيس الحفظ ولكن تقيس الفهم والتحليل والتطبيق، يعني هتبقى تماما متوافقه مع اسلوب ونهج التقييم الذي تطبقه وزاره التربيه والتعليم. طيب ده يدفعنا للسؤال يعني عن عمليات التصحيح، احنا عارفين ان عمليات تصحيح الاختيار من متعدد بتكون عمليه تصحيح الكتروني. دلوقتي احنا بنتكلم عن العوده مره اخرى الى الاسئله المقاليه، هل ده معناه ان عمليه التصحيح هيتم تغييرها؟ تصحيح الاوراق طبعا. طبعا الوزاره لم تكشف تفاصيل هذا الامر، ولكن طبعا هناك اليات كبيره ل طبعا عمليه التصحيح. وطبعا عملية اختلفت هذا يعني في الدور الثاني للامتحانات الثانوية العامة، وطبقت الوزارة نظام مختلف شوية، هو كان الكتروني ولكن كان في طبعا في الكنترولات، وطبعا وارد جدا يكون تصحيح الأسئلة المقالية من خلال بشكل الكتروني، ولكن مش عايزين نسبق الأحداث. التصحيح الالكتروني مستمر في الثانوية العامة والتقييم الجديد مستمر زي ما اكد وزير التربيه والتعليم انه لا تغيير في ثقافه التطوير او التقييم في الثانويه العامه. ده كلام جميل. طيب هل هتكون الاسئله المقاليه في جميع المواد ولا هتبقى في بعض المواد المحدده؟ هتكون في جميع المواد وهتختلف حسب طبيعه الماده وحسب طبعا اللي هتقره لجان في وضع اسئله امتحانات الثانويه العامه، ولكن طبعا هتكون يعني بنسب متفاوتة وعدد أسئلة مختلف حسب طبيعة المادة، لأنه طبعا في مواد طبيعتها بتعتمد على الأسئلة الإنتاجية أكثر من أسئلة الاختيار المتعدد، وبالتالي ممكن تكون الأسئلة المقالية فيها أفضل بكثير لقياس يعني استيعاب الطالب وفهمه لنواتج التعلم من الأسئلة الاختيار المتعدد. طيب هو معلش في النقطة ديت بالتحديد يا محمود، في رأيين مختلفين، بعض الناس بتقول إن الأسئلة المقالية
هتؤدي الى اعتماد الطلاب على الحفظ علشان يحفظ النص زي ما هو ويروح يحط السطرين او الثلاث سطور في ورقه الامتحان بالنسبه للسؤال المقالي. وبعض الاخر بيقول لا دوت هيدفع الطالب ان هو يفهم الماده كويس جدا علشان بعد كده يعبر عنها بطريقته ولكن في مضمون ما هو فهمه من خلال دراسته. من وجهه نظرك هل الاسئله المقاليه ديت يعني هتثري عمليه الفهم ولا الحفظ؟ لا بالطبع اكيد هتخاطب الفهم لانه طبعا طريقه وضع الاسئله هتكون مختلفه مش هتبقى زي الطريقه القديمه اللي هي كان متعارف عليها قبل يعني قرار عمليه التطوير في الثانويه العامه. هتكون الاسئله يعني هتقيس فهم الطالب ومش شرط يكون ان هو يجاوب اجابه نموذجيه في الاختيار او في الاجابه عن الاسئله المقاليه. يعني تأكيد التأكيد الوزارة هتدي حرية للطالب ان هو يعبر عن رأيه من خلال اجابته بشرط ان تكون اجابة صحيحة ولكن ليس بالطبع او ليس بالضرورة ان تكون الاجابة يعني نموذجية نصا من كتاب المدرسة او من الموضوعات. هيكون في طبعا طريقة وضع الاسئلة هيكون مختلف شوية بحيث انه الطالب السؤال يجاوب الطالب عليه بشكل يخاطب الفهم والتحليل اكثر من الحفظ والتلقين. تمام. طيب اعاده تنظيم التقييم في الثانويه العامه بتضمين بعض الامتحانات اسئله مقاليه بجانب الاختيار من متعدد، هل ده لا يعني تغيير في شكل دخول او طريقه دخول الجامعات او تطبيق التحسين في مجموع الصف الثالث الثانوي العام؟ التطوير في الثانوية العامة يعتمد على التقييم فقط وهو الامتحان وطريقة التعلم. هو ده التطوير اللي حدث منذ سنوات في الثانوي العام. التطوير اللي حصل يعتمد على طريقة التعلم في الفصول والأدوات اللي بتمكن الطالب من يكون عنده مصادر تعلم مختلفة زي التابلت وتوفير منصات تعليمية بالإضافة إلى طبعا طريقة الامتحان اللي هي طبعا الأسئلة اللي احنا كلنا عارفينها أسئلة تقييس الفهم ونواتج التعلم. أما فيما يتعلق بعملية التحقق الجامعات أو مجموع الثانوية العامة نفسه اللي هو 410 درجات ما زال كما هو، لا يوجد أي تعديل في قواعد تنظيم القبول بالجامعات حتى الآن ولم يتم ايضا قرار اي نظام جديد للثانويه العامه. كل ما هو جديد هو تغيير طريقه التعلم وطريقه التقييم اللي هي خاصه بالامتحانات. الكاتب الصحفي محمود طه حسين مسؤول ملف التعليم باليوم السابع، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي انت قدمتها لنا خلال التغطيه. الشكر موصول طبعا للساده المشاهدين. دي كل التفاصيل الخاصه بالإعلان اللي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والخاص بعودة الأسئلة المقالية وشكل امتحانات الثانوية العامة خلال السنوات المقبلة. بنشكركم على حسن المتابعة مرة تانية وإلى اللقاء في تغطيات جديدة من تلفزيون يوم السبعة.